مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجنا الرادار البحري على قناه شيرز لايف فيرجيت شانل. اليوم رح نحكي عن لعبه اخذت ضجه كتير واسعه، ولهلا اخذت ضجه كتير واسعه، الكل بيلعبها صغير وكبير، نسوان ورجال. هاللعبه هي ببجي، طبعا الكل بيعرفها. هاللعبه تفاصيلها انه بينزل فيها 100 لاعب، واللي بضل عايش لاخر شيء هو بيربح. بس موضوعنا مو هون، رح نحكي عن موضوع الاماكن الموجوده باللعبه موجوده على ارض الواقع. لهيك خليكن معنا لنشوف على المكشوف بس بعد الفاصل. بداية رح نحكي عن خريطة أرنجل. اللي لعبان اللعبة بيعرف شو عم بحكي. رح نحكي عن المسبح الموجود بمنطقة السكول. بالحقيقة بين انه هالمسبح موجود بمدرسة بتشيرنوبيل في اوكرانيا، وتم هجر هالمدرسة بسبب انفجار مفاعل النووي الشهير تشيرنوبيل. المنطقة الثانية شيلتر، هالمكان تسجيل لمكان حقيقي موجود على ارض الواقع كمان بتشيرنوبيل في اوكرانيا، وهو مخزن نووي واسلحة وكمان مهجور بسبب الانفجار النووي. والمنطقة الثالثة المشهورة كتير والمعروفة كتير باللعبة هي مدينة بوشينكي. هالمكان موجود ومشهور كتير باللعبة، بس هالمكان بالحقيقة موجود بقرية صغيرة بموردوفيا بروسيا، منطقة سوسونكا ميليتري بيست. هالمنطقة هي قاعدة حربية، وبالحقيقة هي بالفعل قاعدة حربية، وهي قاعدة رادار لمكافحة الصواريخ البالستية. كمان القاعدة هي موجودة بالقرب من تشيرنوبيل في أوكرانيا. منطقة ميلتي باو، هالمكان بجسد المحطة النووية لتشيرنوبيل الشهيرة، وهي أكيد مهجورة من وقت الانفجار ولهلا. وهلا رح نحكي عن المناطق الحقيقية الموجودة في خريطة فيجنتي. الكل بيعرفها، اللي بيعرف اللعبة أكيد رح يكون بيعرفها. منطقة كوزمو دور، هالمكان اللي بيشبه مخزن للمراكب والصواريخ، هو بالفعل هيك، هي محطة إطلاق الصواريخ الموجودة في كازاخستان. منطقة كاستل، هالمكان باللعبة ببين مثل قلعة، وهي فعلا هيك، هي قلعة تراي كاي الأثرية ومن أشهر المعالم السياحية في ليتوانيا. والمكان الأخير أو المنطقة الأخيرة معنا، منطقة دينو بارك، هالغابة الثلجية بتحتوي على تماثيل الديناصورات، بالواقع هي حديقة الديناصورات بالولايات المتحدة الأمريكية. ولهون بتكون خلصت حلقتنا اليوم، ان شاء الله بتكونوا استفدتوا بالمعلومات اللي قدمناها، وعرفتوا المناطق الهيئيه الموجوده باللعبه، موجوده على ارض الواقع، لهيك خلوا راداراتكم شغاله للفيديو الجاي، وسلام.